روجر مستعد ليحمي الفضاء، جاهز بقوة مع كل الأصدقاء، حين تقع المشاكل تجدهم حاضرون بذكاء وكل قوة، الكل يخلصون. أيو روجر حارس الفضاء. هذه الآلة كبيرة جداً، لا أستطيع الوصول للصمامات. أريد أن أعزف على التوبا، فهي آلتي الموسيقية المفضلة، ولكنها كبيرة جداً. أوه دراج، هناك صديق يحتاج إلى المساعدة على كوكب الأرض، ومساعدة الأصدقاء هي مهمتي. ألي عارف. سيدي، حان وقت تجهيز الحارس. وقت تجهيز الحارس، حارس ليساعد الأصدقاء. أصدقاء روجر حارس الفضاء، جاهز للانطلاق. الحارس جاهز. صباح الخير حارس الفضاء روجر. صباح الخير صداقة. صباح الخير دراج وآلي عارف. صباح الخير صداقة. جاهزون لمساعدة صديق في حاجتنا. يا آليون أجاهزون؟ تجهيز الآليين ليساعدوا الأصدقاء. الأصدقاء آلي لكل مهمة لحل المشكلة. آلي سواء المرتب، مصلح، منظف، بناء وكبير. من آلي هذه المهمة سيدي؟ أنا. اهدأوا رجاءً، علي أن أرى إلى من نحتاج. لكن كونوا جاهزين حين أناديكم. سنعود حين تتحسن كل الأوضاع. يوجد بالفعل أشياء كثيرة غريبة هنا، أتساءل ما هي؟ واه، يا للهول، أكل الوحش المعدني دراج. سيدي، هذا المكان غير آمن، فات أوان إنقاذ دراج، يجب أن نلجو بحياتنا. أنا لا أعتقد أنه وحش معدني، يدعوه صديقنا باسم توبا. السؤال هو ماذا يفعل به؟ ألي عارف، عرف الشيء. توبا آلة موسيقية تعزف بالنفخ عبر الفم وضغط الصمامات لإصدار أصوات. مهم جدا، لا يستطيع صديقنا العزف على التوبا لأنها كبيرة، وهي آلته المفضلة. هذه حالة طوارئ. وقت العمل قد حان، بحكمة وشجاعة نساعد أيا كان في كل مكان. صداقة، تحديث للمهمة، سنعثر على طريقة لتصغير التوبة وستتحسن كل الأوضاع. علم روجر، هيا اذهب لتقليص الآلة. مستعد كالشهاب. هذه الأشياء الملتفة تجعلها ضخمة، مؤسف أنها ليست جميلة ومستوية كهذه. لقد خطرت لي فكرة، ربما يمكننا فك هذه الأشياء. سيدي، وفقا لمعلوماتي ما من طريقة لفك هذه الأشياء. نحتاج لقوة أكبر لهذا، هناك آلي لهذه المهمة. هناك آلي لكل مهمة، أي واحد سنختار لإتمام العملية. كبير، تفعيل. علي كبير جاهز. أوف، أنا كبير وقوي. هذا ما نحتاج إليه، هل تستطيع فك هذه الأشياء؟ أجل سيدي. هم.
أن نصغر حجم الطوبة. يستحيل أن تجعلها أصغر إلا إذا كان لديك شعاع تقليص ما. ليس لدينا شعاع تقليص، ولكن لدينا آلي لديه بخاخ تقليص. بالتأكيد هناك آلي لهذه المهمة. هناك آلي لكل مهمة، أي واحد سنختار لإتمام العملية. آلي سوائل تفعيل. آلي سوائل جاهز تماماً. أهلا بك آلي سوائل، هل تستطيع تقليص الطوبة ليعزف عليها صديقنا؟ أوه رائع، هل أستطيع؟ تفعيل اختيار المادة اللاصقة المناسبة. السائل اللزج للتقليص. ها، هذا سيفي بالغرض المطلوب. هذا ينجح، حجم الطوبة يتقلص. آلي كبير الخرطوم. أوبس، هذا خطأي. لا تفعل هذا. يبدو أننا قلصنا حارس الفضاء روجر. ودراج. هذا ليس أمرا جيدا، صحيح؟ يا للمصيبة دراج، لقد تقلص حجمنا. لا تقلق دراج، حين تسوء الأمور الحراس يهدؤون. علينا الوصول لآلي سوائل وجعله يعكس تقليصنا. روجر، دراج. لا فائدة، أصبح حجمهما صغيراً، لن نعثر عليهما. أستطيع أن أرى نفسي فيها. آلي كبير، استجمع شتات نفسك يا آلي. هذا يكفي، سأتولى مسؤولية المهمة، فلنحافظ على تركيزنا. لا يجوز أن يتشتت انتباهنا ب... ووو، لامعة. صوت رائع. أحببت هذه النغمات، هذه هي، سنشكل فرقة موسيقية. يا للهول، ما هذا؟ ما الذي يجري؟ من قائد الآليين؟ القائد طبعاً أنا، عين ألف راء وفاء، آلي عارف أي أنا. أشعر أننا نسينا أمراً معيناً. أجل، يجب علينا أن نرقص. صواريخ الحارس بعد 3، 2، 1. يجب أن نهرب من هنا. أهلا بك يا صديق. هاي يا آليين، نحن هنا. ما من فائدة، هم لن يرونا. دراج، ما الذي تحاول أن تفعله؟ هاي، خرج أحد عن اللحن. هذه فكرة مذهلة دراج، ربما هم لا يروننا لكنهم يسمعوننا. 3، 2، 1. البيانو يعزف وحده. يجب أن نراقب عن كثب. روجر، دراج، تريدان الانضمام للفرقة؟ علينا عكس تقليصهما. صحيح، وهذا أيضا. لدي مواد سائلة عاكسة للتقليص. هذا أفضل. سررنا بعودتك سيدي. آلي سوائل، هلا قلصت الطوبة لحجم أصغر بقليل رجاءً؟ حاضر سيدي. هذا هو الحجم المناسب كي يعزف صديقنا الأرضي عليها. عمل رائع حارس الفضاء روجر، لقد تمت المهمة.
تحسنت كل الأوضاع. صداقة، نحن قادمون. تبدو الآلة مختلفة. هاي، بإمكاني العزف عليها. تقلصت بطريقة ما، لكن كيف؟ حارس الفضاء روجر، رائع. شكراً روجر. روجر دائماً في الخدمة.